جميلة ولسه مع باقي فقراتنا مع حضراتكم. وزي كل يوم جمعة بنقول يا رب وبندعي ربنا سبحانه وتعالى، بندعي لأنفسنا ولبلدنا الجميلة ربنا يحافظ عليها، ربنا يحافظ على أولاد مصر كلهم بإذن الله. يوم جمعة مباركة علينا كلنا، عشان كده بنهتم دايما بأن احنا نعيش حالة روحانية سواء من خلال الأشعار أو الأناشيد والتواشيح الصوفية. والنهاردة اسمحوا لي أن أنا أرحب يعني شاعرنا اللي هيقدم لنا مجموعة من الأشعار والموشحات الدينية، الشاعر الصوفي علام أنور. أهلا بيك ومنورنا. أهلا بيك يا علام. أنت منين علام؟ أنا من الجيزة، حتة اسمها نكلة تقريبا. أجدع ناس تحديدا. ابتديت إمتى تكتب شعر؟ من 4 سنين تقريبا، بس ابتديت يعني ابتديت من 4 سنين أبدأ أكتب شعر، لكن من فترة قريبة بس اللي أنا بدأت إن أنا أقول على نفسي إن أنا ممكن أكون شاعر يعني وأكتب. أنت اللي قلت عن نفسك ولا لا حد اللي قال لك أنت فعلا موهوب في موضوع الشعر؟ لا أنا طبعا في بدايتي كنت بكتب وأروح لحد شاعر كبير أقول له هل فعلا. خريج إيه أصلا؟ دراستك إيه؟ أنا في رابعة شريعة وقانون جامعة الأزهر. تمام. كلية الشريعة. فبدأت أروح لحد مثلا موهوب أكبر مني فيقول لي أه فعلا أنت عندك موهبة كمل. طيب هتسمعنا إيه بقى؟ عشان الوقت نلحق نسمع. في حاجة عن السيدة مريم. تمام. قصيدة اسمها العذراء. تفضل. الذهول غطاها لما بشروها بالغلام، عقلها ما قدرش يفهم كلمة واحدة من الكلام، حالة استغراب كبيرة واندهاش من بعد حيرة، قالت ازاي بس يحصل ايها الرسل الكرام، والخوف ملاها للكلام يكتر عليها وينتشر، من حقها ما هي أصلها ولا ليها زوج ولا مسها في الكون بشر. قال الرسول حكمة إله واحد أحد، ينفخ في صورتك ثم يبقى لك ولد ويكون نبي ويكون إمام عالي ومسموع الكلام ويكون سند. جاه المخاض من شدته، قالت يا ريتني كنت شيء ملهوش وجود، أو كنت قبل ما أحس بالأوجاع عموت يا وقت فوت. كان الرسول من تحتها أم قال لها لا تحزني، وهز النخلة تنزل لك رطب من فوق، كلي منها وملي عينيك بالمخلوق لو كان ده سوق، مكان ربك عمل له أساس، خديه في حضنك ولا يهمك كلام الناس، وإن حد وجه الاتهام أو زودوا فيك الكلام ردي عليهم بالسكوت أو ما تقوليش حتى السلام. دخلت عليهم وابنها ضماه بإيدها في حضنها، كان وشها مليان خجل والخوف قريب منها، ظلموها لما ولدته بكلام كتير من شدته، نطق الرضيع على صدرها والله نصرها بقوته، قبلت عيون هتطق منها الأسئلة ويا الظنون، يا أخت هارون أبوك ما كانش إنسان سوء، ما فهموش إن مولد عيسى كان من فوق، موقفها صعب عشان كده شاورت عليه، إزاي كلمنا الرضيع علشان تشاورلنا عليه، الله أكبر منهم، نطق الرضيع سبحان رب الكون أمر، واللي كفر هيدوق عذاب الدنيا والآخرة أمر، وفي ثانية هتعدي الحياة والآخرة هي المستقر. يعني قصيدة عن السيدة العذراء طبعا ستنا مريم، بحييك عليها. وعايز أعرف أنت بتكتب نوايات مختلفة من الشعر ولا متجه ناحية صوفية بس؟ لا مش الصوفي بس، أنا بكتب متنوع، والشعر الغنائي بالذات بحب أكتب شعر غنائي، لكن بميل شوية للكتابة الهادفة، الأغاني الهادفة. حتى معانا فريق، معايا أصحابي عاملين فريق انشاد اسمه نسيم الكروان، وانا بعمل لهم اوبريتا عن رسول الله، عن عظمه الرسول ان هو كان اسطوره عالميه، ف بكتب لهم اوبريتا عن كده. لا انا ده تاليف لسه ما اتنفذش يعني. معاك ايه تاني تسمعوا لنا؟ ممكن محضر انشوده الشيخ نصر الدين طبار، الله، وقصيده عن رسول الله. تمام. قد رجونا الفضل من وهابه ووجدنا الخير من بابه، كل هو الرحمن آه
تمنى به فاطر الأكوان من ملهم الإنسان من فاطر الأكوان من ملهم الإنسان من الفاطر والله لا اله الا هو الواحد الاحد. بندعي له النهارده ان شاء الله ان ربنا سبحانه وتعالى يحمي بلدنا ويحمي اولادنا ويعني يقينا شر اي هجمات يعني مش معمول حسابها باي شكل من الاشكال. احنا بنشكرك شكرا جزيلا يا علام على وجودك معانا النهارده، وان شاء الله يكون في فرصه قادمه باذن الله. الف شكرا ان شاء الله. شكرا جزيلا مشاهدينا الكرام، وكده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده، وبكره ان شاء الله فريق عمل جديد ودايما مصر جميل.